أيضا تحدث أمس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من زيت الطعام، وقال سيادته أننا بنستورد 2.5 مليون طن زيت طعام، وأن هذا الرقم يمثل نسبة 90% من حجم احتياجات الدولة. عشان كده إحنا شغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا، والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت، وعشان الفلاح المصري يستفيد بدل ما بنشتري من بره. نيجي بس لموضوع الزيت، وانا عايز اقول لكم ان احنا تقريبا كنا بنتكلم في الموضوع ده امبارح يا دكتور مصطفى، وبنقول ان احنا بنستورد ب 2.5 مليون طن، مش كده يا دكتور علي؟ اه طبعا، وده اكتر من 90% من احتياجاتنا. لكن احنا يعني شغالين في خطه بنتكلم في 250 الف فدان فول صويا دلوقتي، والسنه الجايه ب 500 الف، 500 الف فدان صويا، عشان نزود حجم انتاج الزيت من الفول الصويا المحلي، وعشان الفلاح المصري يستفيد من ده بدل ما احنا نشتري من بره. شوفوا يعني ما تنسوش ان البلد في خلال 30 40 سنه زادت بنسبه كبيره جدا جدا عدد السكان بتاعها، بس احنا كمان في الوقت ده الدوله ما قدرتش تعمل خطط وتنفذها تجابه بيها هذا النمو الكبير. يعني الدكتور علي بيقول لي احنا كنا 1.4 من 10 ساعة تخزين، احنا المفروض يبقى اكتر من 6 مليون طن عشان الذره والرز والقمح، مش كده يا دكتور علي؟ طبعا، بغض النظر عن خطه استخدامهم كصوامع،